من علو اللي علو اللي ارتقى بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقيا. بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقيا. من علو اللي علو اللي ارتقى بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلت للتميز انقيا. بين إصرار ووجد وعمل وتآخر في تفان وأمل سلم الأحلام فيها اكتمال. من رقي لرقي للضياء نحو أعلام ترف في السماء نحو رايات وصلناها بمجد للتميز قد وصلنا في بهاء. من علو اللي علو اللي ارتقى بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقيا. قد كسرنا في تعاون الصعاب وحدة الأيدي علت نحو سحاب رأينا اخترنا لنا رأيا سديد اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب. من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقيا. من علو اللي علو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقيا. أعلامها للمجد والهمة اعتلت حلتها الفوز بها تبخترت تعاونت أيدي بها تعاونت إصرارنا للفوز قد نلنا الوسام نحو التميز فازت أيدينا سلام قد تحقق حلمنا في فوزنا أخبروا بفوزنا هذا الأنام. من علو اللي علو اللي ارتقى بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقيا. من علو اللي علو اللي ارتقى بين أصحاب قلوب الأتقياء بصعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقيا. تشهد مؤسسة نوفي لوريزون حقنا رفع علمي اللواء الأخضر ويأتي هذا التتويج في سياق انخراطي مؤسستي في البرنامج الوطني للمدارس الإيكولوجية المنظم تحت رعاية الأميرة لالا حسناء وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة طبعا بهدف التحسيس وترسيخ السلوك البيئي لدى المتعلمات والمتعلمين وجعلهم على وعي بتأثير سلوكياتهم على البيئة.
ولعل هذا التتويج أيضا يعود إلى تعاون جميع الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ وجمعية آباء وأمهات التلاميذ. فبتكاتف وتضافر هذه الجهود استطعنا أن ننال شرف رفع اللواء الأخضر في أعلى سماء هنيئاً لمؤسستنا الفوز باللواء الأخضر الدولي. مؤسسة سعت والتزمت فحصدت الثمار في النهاية. استحقاق كبير أتى نتيجة تضافر جهود وعمل دؤوب لأطر وتلاميذ مؤسستنا. إنجاز كبير سيفتح طريقاً جديداً نحو التألق والتميز. أزول في اللون اسمين وهدم تكمات رغت سنمير الأساس الدنغض الأطر التربوية لحقاش بالدنغض في المشروع النظفة اللي يوينا الدنيا الجزائر. شكراً. سهلا بأهالينا، أهل الخير. اليوم الدور نتكلم عن جوج مسائل فرحونا الاثنين. المسألة الأولى هي قضيتنا الوطنية ولله الحمد ناجحين فيها ملكا وشعبا، والله ينصر السلطان ويهدى اللوطان والصحراء المغربية من طنجة للقويرة. المسألة الثانية جمعتنا اليوم واللي هي عن هاي المؤسسة اللي اسمها نوفلو غيزان، عات من بين أخير المؤسسات وحازت على اللواء الأخضر العالمي للبيئة بعون من الله ومجهودات الرجل كامل باللي فيهم من تركة صغار زملائي توجيه وإشراف أطر المؤسسة والأساتذة اللي ما نقدوا نعدلوا شي بلا بيهم. سمحوا لي نشكر الناس كاملة اللي ساهمت معانا وعاونتنا على أننا نشتغلوا على المحاور الأساسية اللي فيهم نتعلموا نبزريوا الكبة ونعلوا استعمالها وكيفاش ومولي كيفاش أركاج يقتصد على الماء. والحمد لله غرسنا ياسر من المصدار والأشجار. واللي نبغي نقول عن ذا كامل قال على مسألة واحدة عن أخلاق ناس دي المؤسسة الطيبة والنقية مثل البيئة ديالها. ونتمنى هذا يتوارثوه للأجيال الجاية، وإني بيكم وخيرتي بيكم ومرحبتي وسهلة بيكم مؤسستنا. الجملة مقران إكنوميد الإخدمين المؤسسة أفاد أنه نكون المستوى دخل ميرت النون ما تمشي. أنا سعيدة جدا لأننا حصلنا على اللواء الأخضر، وأقدم شكري للأساتذة وجميع الأطر وجميع أطر المؤسسة. أساتذتي وأطر مؤسسة نوفل أوريزون قد حصلنا على اللواء الأخضر وأنا سعيد جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش فرحه بزاف حيت المدرسين تستحق اللواء الاخضر العالمي للبيئه لحقاش نخدم عطاس خدم بزاف حوايج جايس نقلل زكاء امان وتفاوث من غيضه عن زايس نعذر حوايج نضني اعجبي رحال بزاف. تشكر المعلمين اذا خايا عاون. Bonjour. Je suis Marie, prof de français à Nouvelle Horizon et c'est avec une immense fierté que je vous annonce que le label pavillon vert a été octroyé à notre école en guise de reconnaissance aux efforts déployés pour inculquer aux jeunes les bonnes pratiques et habitudes de protection de l'environnement. Donc bravo à tous nos jeunes écologistes qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied sur ce programme éco-école. Voilà, toutes mes félicitations tout d'abord aux fondateurs de notre établissement, aux élèves qui ont le rôle le plus important dans ce programme éco-école, sans oublier bien sûr le staff éducatif, administratif et assistant. Donc bravo et félicitations à nous tous pour cet exploit. Merci. Je suis vraiment heureux parce qu'on a gagné le label vert. Et je remercie tous mes professeurs et mes amis.
L'école Nouvel Horizon est une école très prestigieuse. Et grâce aux efforts de nos professeurs, on a fait beaucoup de projets et d'exposés. Parmi eux, on a eu le label vert et on est classifié parmi les premières écoles écologiques du monde. Merci Nouvel Horizon. Au nom de tous les élèves de notre établissement Le Nouvel Horizon, je tiens à féliciter tous les participants du club vert de notre école pour le grand exploit réalisé, ainsi qu'à nos chers professeurs qui nous ont guidés et nous ont accompagnés afin d'arriver à être parmi les écoles écologiques du monde. Merci à tous. Hello everyone, I hope you are doing well. Today I'm here to present my warm congratulations to our school Nouvel Horizon because they get the Green Brigade in the field of ecology. So I don't know how much, you know, I'm happy I am. I'm so honored, but I'm sending my congratulations especially to the staff, to the warm staff, because they really made great efforts. So on behalf of my friends, teachers, parents, students, congratulations to us. Thank you. My heart swells with happiness, politeness never ends. Thank you for making us well known and proud by getting the Green Brigade. On behalf of my friends, teachers and the whole staff, I can't find words to express my happiness. Thank you. We are here to win, and we did. We never give up. We never stop. We are here to show our strength. Shut up! We won the Green Brigade. So, I'm so happy and proud of being always the winners. The joy and my spirit is flying high and my heart almost broke with the joy when you get a Green Brigade. So I feel so much proud to be a Nang Nouvel Horizon school. Thanks for making us trip. قد وصلت للتميز انقياء من علو لعلو الارتقاء بين اصحاب القلوب الاتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء بين اصرار ووجد وعمل وتآخ في تفان وامل سلم الاحلام فيها اكتمال من رقي لرقي للضياء نحو أعلام ترف في السماء نحو رايات وصلناها بمجد للتميز قد وصلنا في بهاء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب القلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء قد كسرنا في تعاون الصعاب وحدة الأيدي علت نحو سحاب رأينا اخترنا لنا رأيا سديد اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا